تلميذ السنة الثالثة من التعليم الابتدائي في كتاب الواضح في النشاط العلمي أقوم تعلمتي. إذن عندنا صفحة 65، هذه الصفحة 65 أقوم تعلمتي في الأسبوع 22 الحصة التاسعة. إذا عندنا هذا التمرين، التمرين الأول تقويم التعلمات. جيكري فغي أو فو دون شاك كاز، أكتب جيكري أكتب صحيح أو خطأ دون شاك كاز في كل خانة. أولا Je repère la température d'un liquide par le. Je repère أعين درجة الحرارة d'un liquide للسائل par بواسطة ماذا؟ بواسطة ترمومتر ميديكال محرر طبي، ترمومتر ثرمومتر دو كويزينيي محرار مطبخي للمطبخ، ثرمومتر دو لابوراتوار محرار مختبري، لا بالانس الميزان. إذا نجيب عن هذه الأسئلة أن جواب ان ثرمومتر ميديكال فو، محرار طبي خطأ. لماذا؟ لأن هذا المحرار الطبي يستعمل لتعيين درجة حرارة المريض. ترمومتر دو كويزيني للمطبخ صحيح فغي، لأن قلنا هنايا لتعيين حرارة سائل لا تمبيراتور دان ليكيد باغ لو. ثرمومتر دو لابوراتوار محرار مختبري فغي صحيح. لا بالانس ميزان فو خطأ، لأن الميزان نستعمله لقياس الكتل. تمرين ثاني، غنجيو التمرين الثاني تقويم التعلمات. عندنا هنايا أربط بخص بين بخط بين الجسم وخاصيته، أربط بخط بين الجسم وخاصيته. جسم شفاف، وعندنا هنا جسم معتم، وقلنا أنه الجسم الشفاف عرفناه في درس سابق دروس سابقة. له ظل ليس له ظل، يمنع مرور الضوء، يسمح بمرور الضوء. إذا غنجيو لهنا جسم شفاف، هذا له ظل أو ليس له ظل؟ نعم ليس له ظل، وهذا أيضا يمنع مرور الضوء أو يسمح بمرور الضوء؟ يسمح بمرور الضوء، نعم. جسم معتم، هذا له ظل، وهذا يمنع يسمح أو يمنع مرور الضوء؟ يمنع مرور الضوء، نعم. تمرين ثالث توليف التعلمات، أحدد وضع المصباح الذي يؤدي إلى وضع. غادي نحدد وحدد وضع المصباح الذي يؤدي إلى زيادة طول ظل اللعبة، نقصان طول ظل اللعبة. إذن عندنا هنايا كتلاحظوا في هذا الرسم عندنا هذا مصباح منبع ضوئي، مصباح الجيب، عندنا هذه الشاشة، وعندنا هذه اللعبة، لعبة. ولاحظ عندما أضيء بالمصباح على هذه اللعبة، هذه تعطيني هذا دلا طوله على هذا الشكل. إذا أردت أريد أن أزيد طول الدل،
هل أضع هذا المصباح في الوضع ب أو الوضع ج؟ إذن زيادة، أريد أن أزيد طولاتي دل اللعبة، ما هو وضع المصباح الذي يؤدي إلى ذلك؟ نعم، وضع ب. إذن نكتب الوضع ب، نقصان طول دل اللعبة يكون، نعم، الوضع جيم. الوضع جيم. والتمرين الرابع، تقويم تملك نهج الطقس العلمي. أكتب في الخانة المناسبة الحرف S أو N. إذن S معنى الشمال، أو N S الجنوب، الجنوب عفوا، S لو سود، أو N لو نور الشمال، علما أنه عندما نقرب القطب S للقطعة واحد من جهة الكسر، للقطعة جوج يحدث تلافر. هذا وضع، هذه هي قطعة المغناطيس قبل الكسر، وكنا عرفنا أن للمغناطيس قطبين، أحدهما يشير إلى الشمال N، نرمز إليه بالرمز N باللون الأحمر، وأحدهما يشير إلى الجنوب نرمز إليه بالرمز الأسود. وهنا قلنا أنه القطبين يتنافران إذا كان من نفس اللون، ويتجاذبان إذا كان من لونين مختلفين. هذه غير تذكير. إذن بعد الكسر، قطعة انكسرت بعد الكسر، نحدد هنا واش نضع إليه N أو S. وبالنسبة للقطعة الثانية، إذن سيكون عندنا هنا S، القطعة واحد S لا، والقطعة الثانية N. ونأتي إلى نهاية هذا الدرس، وشكرا، إلى درس آخر، ولا تنسوا الاشتراك معنا.